مكتبة تاني من مكتبات الآلات الموسيقية. أهلا بيكم. في سنة مش بعيدة عن السنوات بتاعتنا ديت، سنة 2007، طبعا بعضكم هيكونوا يعني يا دوبك اتولد قبل 2007 شوية، ويمكن بعد 2007 بشوية. كريستيان هانسون وبول تومسون الاثنين كانوا أصدقاء ومن هواة الموسيقى، يعني الاثنين كانوا يهوا التأليف الموسيقي. هل هما الاثنين دارسين في مدارس موسيقية؟ لا خالص، الاثنين هواة فقط لعالم الموسيقى، ولكن كل واحد منهم عنده الآلة بتاعته اللي بيعزفها، وأشك إن هما كان ليهم علاقة بالوتريات، يعني كان هما ليهم علاقة بالآلات الوترية زي الكمانجا زي التشيلو في دراساتهم هما أطفال، يعني في المدرسة أو هوايتهم حاجة كده يعني. الاثنين دول بعد ما ظهرت ثورة الكمبيوتر وبقت أجهزة الكمبيوتر أقوى ومكتبات الآلات الموسيقية بدأت تظهر، قرروا هما الاثنين عايزين يعملوا مكتبة صوتية خاصة بيهم للوتريات. هما بيحبوا الوتريات جدا وبيحبوا يألفوا للوتريات، فالاثنين قرروا يعملوا المكتبة الخاصة بيهم. ليه؟ ما كانش عاجبهم المكتبات، يبدو ان هي الاصوات اللي بتبقى موجودة في المكتبات اللي كانت نازلة على الكمبيوتر وقتها مش في متناولهم مثلا. فالاثنين بالفعل جمعوا عازفين معينين بما فيهم هم نفسهم، ودخلوا حجزوا استوديو في لندن وسجلوا عينات صوتية لمكتبة صوتية خاصة بهم استعملوها في مؤلفاتهم الخاصة اللي بيتبادلوها بينهم. يبدو ان كانوا عاملين جروب من الجروبات بتاعتهم بتاعت المؤلفين الموسيقيين، فابتدوا هم يعملوا المؤلفات بتاعتهم ويتبادلوا المؤلفات بتاعتهم بينهم، فابتدت الناس تسألهم من المجموعة المغلقة ديت انتوا استعملتوا اي مكتبة من مكتبات الآلات الموسيقية عشان تطلع الصوت الحلو ده؟ فقالوا لهم لا، احنا دخلنا احنا سجلنا العينات الصوتية بنفسنا وبنستعمل العينات بتاعتنا كمكتبات صوتية. فالناس عجبتهم الفكرة وقالوا لهم طب ممكن نستعمل المكتبات بتاعتكم ديت. ففعلا ابتدوا يفرقوا المكتبة الموسيقية بتاعتهم دي بين أصدقائهم، يعني دايرة مغلقة جدا من المؤلفين الموسيقيين في لندن ابتدوا يستعملوا المكتبات بتاعت كريستيان وبتاعت بول. وصلت الأخبار للناحية التانية من المحيط الأطلنطي إلى أمريكا، بلد الصيحات الجديدة في عالم الكمبيوتر، واللي ظهرت فيها أول المكتبات الموسيقية زي ما احنا شرحنا في حلقة سابقة. ابتدت الناس تطلب المكتبة بتاعت كريستيان وبول، وابتدوا يقولوا لهم طب احنا عايزين نشارككم احنا كمان فيها ومؤلفين موسيقيين يعني. فلما الأخبار انتشرت كده بول وكريستيان قرروا ان هم يطلعوا بالمكتبة ديت للنور ويعملوها في 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 شكل تجاري، بحيث ان هم الموسيقيين حوالين العالم كله يقدروا ياخدوا المكتبات ديت ويشتغلوا بيها. بدأت معاهم المكتبات دي تنتشر، وبدأت الأصوات الموثوق فيها دي دلوقتي لدرجة ان فرق من الكبار الفرق العالمية ابتدت تاخد السترينجز بتاعتهم وتاخد الآلات بتاعتهم وتبتدي تستعملها في مؤلفاتهم. كبار مؤلفين الموسيقى في بريطانيا وفي أوروبا وفي أمريكا ابتدوا ياخدوا منهم المكتبات دي ويشتغلوا بيها هم كمان من إعجابهم بنقاء صوتها وبجمال وقوة تأثيرها. ابتدت تعمل بيها افلام في هوليوود، يعني المكتبات اللي احنا شايفينها ديت بيتعمل بيها افلام في هوليوود، ابتدت تتعمل بيها برامج وحلقات تلفزيونيه في بريطانيا وفي اوروبا، فابتدت تنتشر وبدات تتوسع. انا بصراحه كريستيان وبول الاثنين انا شايل لهم حاجات كتيره حلوه. ليه؟ لو تفتكروا معايا الحلقه المجانيه اللي احنا عملناها عن اوركسترا مجانا ليك لو انت عملت معاهم ريجستريشن، اسمها بي بي سي ديسكفر اوركسترا، كانت محطوطة مجانا، هم حطوها مجانا بعينات بحيث العينات دي قوية جدا في ظرف مساحة قليلة وتقضي لك غرض هايل جدا في أعمال السترينجز بتاعتك، وإحنا عملنا عليها حلقة وطلعت عمل أوركستري جميل جدا، عمل أوركسترالي جميل جدا. فالمكتبة قوية عملوها ببلاش لهواة الموسيقى عشان يبدأوا ويبدأوا يتحركوا ويبدأوا يعملوا. مش كده بس، كريستيان وبول عملوا حاجة اسمها لابز، LABS، لايبراري او مكتبة خاصة بالهواة. يعني انت في بيتك بتسجل صوت لحاجة ما كانش حد سجلها قبلك او حد سجلها بس مش بطريقتك، فبتسجلها وتبعتها لهم يروحوا منزلينها هم على مكتبة خاصة بيهم، ودي متاحة لجميع الموسيقيين. فممكن بيبقى مجانا بتبقى عندك آلات موسيقية كتيرة من جميع انحاء العالم مشاركة من الموسيقيين لنفسهم. فكريستيان وبول عاملين فكرة هايلة جدا باللابز ديت، وهي مجانا ومتاحة للجميع. انا هحط اللينكات بتاعت الشركة اللي عملها
كريستيان وبول اسمها سبيتفاير اوديو. سبيتفاير دي الطيارات اللي اخترعتها بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه، وكانت من الطيارات اللي ساعدت على انهاء الحرب بسرعه، فهم بيتفائلوا بيها يعني. فهم كاتبينها سبيتفاير اوديو، شركه اسمها سبيتفاير اوديو لانهم بريطانيين الاثنين. هحط لكم اللينك بتاع الشركه بتاعتهم، وهيبقى فيها الديسكفر اوركسترا اللي احنا حطيناها في حلقه قبل كده بتاعت البي بي سي، وهتبقى فيها اللابز اللي هي الاثنين مجانا. عندهم بقى توسعوا وعملوا مكتبات كبيره جدا، عملوا مكتبه اسمها البيون 1 اتعمل بيها افلام في هوليوود واتعمل بيها مسلسلات، وهي معموله مخصوص للتاثيرات الدراميه. ومعمول كمان مكتبات تانية زي البي بي سي. البي بي سي نفسها اذاعه البي بي سي عندها اوركسترا، الاوركسترا بتاعت البي بي سي دي راحت اتسجلت فعلا في الاستوديوهات، مكتبة خاصة بها هي وبواسطة كريستيان وبول، وبقت الشركة سبيتفاير هي اللي انتجت هذه المكتبة للبي بي سي. وعندهم بيبقى عندهم 3 أو 4 نسخ منها، بتلاقي نسخة فيها الاساسيات مثلا، ونسخة قوية جدا اللي فيها الكومبليت مثلا، وتلاقي نسخة عالية جدا اللي هتلاقي فيها مايكات كتيرة جدا مسجلة للاوركسترا وتكستشر يعني الوان من الوان استخدام طريقة التسجيل او طريقة العزف، وبتلاقي حاجات غنية جدا جدا، العينه متسجله 3 مرات فليها بعد كبير جدا وعمق في انك انت تعملها. فهم عاملين الليفلات كلها تناسب جميع المبتدئين، سواء المبتدئين او المتوسطين او المحترفين فعلا. عاملين كمان حاجه اسمها ابي رود. ابي رود ده شارع في انجلترا في لندن. الشارع دوت فيه اشهر استوديو من استوديوهات العالم، يمكن اسمه ابي رود ستوديوز. ليه اشهر استوديو في العالم؟ لان البيتلز فريق البريطاني المعروف في الستينات عمل البوم اتصور فيه قدام، هو طبعا كان بيسجل في ابي رود كل التسجيلات بتاعته، ولكن الغلاف بتاع الالبوم ده اتصور على التقاطع بتاع الشارع اللي هو في تعديه الاشاره، والاربعه كانوا ماشيين واتصورت الصوره بتاعت الالبوم دي، فالناس فاكراها على طول الابي رود، الالبوم بتاع الابي رود اللي عليه الصوره بتاعتهم. فحتى الناس السياح بيروحوا يتصوروا على الخط، اول اشاره في العالم اشوفها انها مشهوره للدرجه دي، اشاره عبور مشاه يعني، الخطوط اللي هي الزيبرا كروسنج بيسموها الحمار المخطط يعني، الخطوط المخططه دي بتاعت عبور المشاه، اشهر واحده في العالم اللي هي قدام ابي رود ستوديو زيت. الاستوديو نفسه بقى مزار سياحي يعني، انت ممكن تروح تدفع تذكره وتروح تقعد هناك في ما اعتقدش ان هم يسمحوا لك طبعا تبقى متواجد جوه الاستوديوهات، لان هتبقى فيها اعمال سريه بتتسجل ناس اصحابها يعني، بتسمع تقعد في الكافيه في الكافيتيريا بتاعتهم، تشوف الصور بتاعه النجوم اللي سجلوا في ابي رود ستوديوز. ابي رود ستوديوز طب هم ليه مشهورين كده؟ اولا عندهم كان عندهم ساعتها اعلى تقنيات في العالم من الاجهزه، وكمان عندهم افضل مهندسين الصوت في بريطانيا وفي العالم، وفي نفس الوقت الحيطان والدايمنشنز بتاعه الاستوديو ده متصممه من كتر ما اتعزف فيها واتعمل فيها اوركسترات واعمال فنيه وبتاع، الحيطان نفسها الارتجاج بتاعها بقى ليه يعني ما تفهمش ليه طعم كده في انك الناس تسجل هناك عندهم. وطبعا عندهم افضل الات في العالم في التسجيل وفي الماسترنج يعني، ممكن مش شرط تسجل عندهم، انت ممكن تبعت لهم العمل بتاعكم يعملوا لك الماستر بتاعه بتاع ابي رود، وبيبقى مش رخيص يعني، ده من اعلى تكلفه الاستوديوهات في العالم. ففي منزلين كمان في السبيت فاير اوديو عمل اوركسترا متسجله او سامبلز وعينات متسجله في الابي رود ستوديوز نفسها. فانت هتبقى عندك يعني موسوعه واسعه من الالات الموسيقيه والمجموعات من الالات الموسيقيه الافتراضيه تناسب كل الاذواق، ايهم يصلح يعني. انت حتى لو خدت البدائيه اللي احنا عملناها ببلاش ديت تنفع تالف بيها اعمال موسيقيه ممتازه ومحترمه جدا وحلوه جدا. التكنولوجيا دلوقتي الولاد دول شافوا رؤيه مستقبليه، شافوا ان التكنولوجيا خلت الموسيقى ديمقراطيه دلوقتي، ما بقتش محتاج اوركسترا كامله قاعده قدامك وبتاخد فلوس منك عشان تقدر تعزف اعمالك، انت ممكن تجيب الاوركسترا ببلاش على الكمبيوتر بتاعك، بس انت تبقى عندك ملكه التاليف وحب التاليف وتبتدي تستعمل مواهبك ديت. فعلشان كده انا معجب بالولدين دول، وفي نفس الوقت اي حد يسلك نهجهم في اتباع العلم وفي اتباع ويبقى اكتف كده ويعمل حاجه مفيده له وللناس هيبقى حاجه جميله جدا، ويا ريت انكم تاخدوا الافكار من الناس اللي هي ملهمه زي الناس دول يعني. فهنستمتع مع بعض دلوقتي زي ما استمتعنا بالديسكفر اوركسترا بتاعت البي بي سي قبل كده، نستمتع بالالبيون 1. البيون 1 ديت
لقيت فيها الأصوات اللي ليها عمق وعمق درامي ومتسجلة بحرفية شديدة جدا. فهتسمعوا معايا الأصوات اللي هتساعد أي مؤلف موسيقي ينتج عمل أوركسترالي متكامل بكل المجموعات بتاعتنا بتاعت الأوركسترا. احنا هنعمل حلقات مستقبلية ان شاء الله عن مجموعات الأوركسترا، أصواتها ايه، تكويناتها ايه. طب ما تيجي تبني بناء أوركسترالي، الناس عملت ايه قبلك عشان تقدر تعمل زيهم مثلا، او القواعد ايه اللي هم اتبعوها. طبعا القواعد معمولة عشان كلنا نقطعها ونعمل من دماغنا يعني، ولكن هي بتساعد انك في الاول تنتج صوت في الاول حلو، وبعد كده تبتدي بقى اعمل اللي انت عاوزه. طالما انت عرفت تطلع صوت حلو ازاي في الاول، فهتبقى ثقتك في نفسك كويسة وتقدر تطلع اللي انت عاوزه بقى، سواء اتبعت القواعد او ما اتبعتهاش، اخترعت انت قواعد جديدة. مفيش حاجة اسمها صح وغلط في الموسيقى، كل حاجة حسب الذوق وحسب الجودة بتاعتها الناس بتستمتع بيها او تقبلها او لا. فانت انت بقى وايه وذوقك. تعالوا مع بعض نشوف البيون 1، المجموعة الاوركسترالية لآلات الاوركسترا اللي سبيت فاير اوديو. انا راسلت كريستيان هو نفسه وهو اللي بعت لي اللينك بتاع الاوركسترا ديت علشان افرجها للمجتمع العربي والمشاهد العربي، واتمنى انكم تستمتعوا. يلا بينا. ده البرنامج اللي انا بشتغل عليه اللي هو دي اي دبليو او الاستوديو بتاعي. على فكرة انت ممكن تستعمل اي برنامج استوديو في الدنيا، اهم حاجة بس تكون شاطر عليه، يعني تكون تعرف ازاي تستدعي الالات عليه، ازاي تسجل، ازاي تتدخل وتمسح وتحط الحاجات. فمحدش يقولي انت بتستعمل النوع ايه او تستعمل البرنامج ايه. كل البرامج على فكرة زي بعضها بتؤدي نفس النتيجة، مفيش واحد احلى من التاني الا بعض طبعا البرامج اللي هي اقل احترافية دي، بتبقى مثلا كواليتي الصوت المعالج بتاعها مش كويس، بتبقى مثلا الفرص بتاع انك انت تعدل في الاشياء وفي الاصوات من غير ما تطلع اي ضوضاء جايه من غلطه سوفت وير ده بتبقى. ولكن الاسماء المعروفه موجوده في السوق ومعروفه جدا، الناس في الاستوديوهات بتشتغل بايه، عندك برو تولز، عندك كيوبيز، عندك استوديو وان، عندك لوجيك برو، عندك كيك ووك، في برامج كتيره كلها بتؤدي نفس الغرض. يمكن هم بيتفضلوا عن بعضهم ان واحد يكون مدي لك شويه الات زياده والتاني يكون مدي لك شويه افكتات زياده، فعلى حسب ما انت عايز. ولكن غالبا انت بتجيب كل حاجه من بره المتخصصه يعني في شغلها، فالباكج الكويسه بتدي لك الاساسيات وانت بتكمل بعد كده اللي انت عاوزه. من السوفت وير بتاعنا انا عملت تراك واحد اللي هو هيبقى تراك من الميدي، يعني انا بستعمل الميدي مش بستعمل اوديو. الاوديو معناه ان انا هسجل انالوج بميكروفون من صوتي، ولكن الميدي لا، الميدي انا بسجل دلوقتي من اله افتراضيه موجوده جوه. الاله الافتراضيه بتاعتي اللي هي هتبقى الاوركسترا بتاعتي بتاعت البيون 1 دي، انا بتنزل على الكونتاكت بلاير. احنا هنشرح الكونتاكت بلاير ده بالتفصيل بعد كده في حلقات تانية لما ندخل في التوزيع وكده، لان شايف المكتبات اللي عندي دي كلها دي مكتبات خاصة بيا انا، مثلا نازلة مجانية. فالمكتبات بتاعتي كلها بتاعت الكونتاكت اللي بتشغل عليها كلها مكتبات فيها عينات صوتية، والبرنامج ده ما هو انه بيعمل بيستدعي العينات دي تدخلها عندك انت في التراكات بتاعتك. فالمكتبة بتاعتي نزلت هنا على سبيت فاير البيون 1، مكتوب البيون 1 هنا اهي، وادي سبيت فاير دي المكتبه بتاعتها. اول ما بدوس الزرار بتاع الانسترومنتس على الشمال عشان اشوف الالات اللي عندي ايه، هلاقي عندي مجموعه من الفولدرز، واحد هنا مكتوب باتشز، واحد هنا مكتوب كومباينيشنز، واحد انديفيديوال باتشز، ليجاتو باتشز، رن باتشز، تايم ماشين باتشز. كل دي حاجات خاصة بتطلع أصوات معينة من مكتبات معينة متسجلة جواها. ولكن حط لك هو الأساسيات من فوق حوالي 4-5 آلات اللي هو البراس دي، مع مجموعة سيكشنز يعني مجموعة مع بعضيها، مجموعة براسات، مجموعة براسات لو، مجموعة براسات ميد، سترينجز عاملها هي سترينجز واحدة يعني اللي هي الكمانجات، وود الآلات الخشبية زي مثلا الأوبوة، زي مثلا الكلارينيت، كل الآلات ديت موجودة من ضمن الآلات الخشبية. فوودز هاي وودز لو، في بعض الآلات بتبقى واطية في الرينج بتاعها وبعض الآلات عالية. على فكرة دي بيسموه انسامبل يعني أوركسترا، كل المجموع بيعزف مع بعضه. فاحنا هنجرب السترينجز نجرب، بعد كده نبتدي نجرب الباتشز اللي هي الوحدة دي. مجرد ما أنا بدخلها عندي هنا ادراج عندي هنا على طول أو دبل كليك عليها بتطلع، ده الانترفيس بتاعي اللي بيظهر بتاع البيون 1. لو انت هتلاحظ معايا هنا الكيبورد من تحت هنا، اي نوتة بعزفها بتيجي من الكيبورد، وانا عندي كمان اطوال النوت هنا. فانا عندي هنا حتى بيكتب لك هنا ستيكاتو،
ده هنا سبيكاتو، ده هنا عندك هنا بيزيكاتو، وعندك ديت كول لينجو، وعندك هنا كالينجو، وديت النوت الطويلة اللونج. نجرب اللونج النوت بتاعتي. جميلة جميلة، صوتها معبر وحلو، فبيتيح لي هنا ان انا كمان اتحكم. لو تاخد بالك معايا وانا بعزف بايدي على التلات زراير دول على الكنترول بتاعي، اللي هو بتحكم في القوة بتاعة النوتة نفسها، بتحكم في علوها، وبتحكم في حاجة زي الفايبراتو، فبيأدي بيديني احساس طبيعي. هو بيديني يعني شبه احساس بالاحساس الطبيعي بتاع العازف، اللي هو دايما مش ثابت في نفس الليفل على طول، لا بيعلى ويوطى على حسب النوتة نفسها. طب نجرب الباتشز التانية، مثلا نجرب البراس مثلا العالي، البراس العالي هتلاقي مثلا الترومبتس في القوة بتاعتها، مثلا نعمل برضو نوت طويلة مثلا، او ممكن شورت مثلا في البراسس. صوت برضو معقول جميل جدا. نسمع الأصوات بتاعت الآلات الخشبية. ممكن تعمل تأسيس لعمل هارموني بأنك أنت فعلا بتحط الواطي والعالي وتجمع كل الكلام ده، كل واحد في تراك منفصل، ويعمل لك شغل كويس. طب هرجع تاني للسترينجز، لأن حاجة عندي في السترينجز هنا بيسموها الأوستيناتو. إيه الأوستيناتو دوت؟ الأوستيناتو دوت عبارة عن نوت صغيرة بتجري ورا بعضيها، فبتدي لك إيحاء معين يعني. فإحنا ممكن نخش هنا على مثلا تقسيمة النوت الصغيرة ديت، ونجرب نشوف الأوستيناتو هيطلع شكله إيه. هو بيتيح لي هنا ان انا اقدر اضيف نوت للاوستيناتو بتاعتي دوت، ان انا بختار نوتة من هنا واضيف بزمن معين مثلا، فهو هيدهاني وانا بعزفها. هنفتح الاوستيناتو اسندنج. نعمل حاجة اخف شوية. السندنج ده هو راجع. ممكن تغير بقى التركيبة بتاعتك اللي انت عايز تعملها دي، يعني ممكن تعمل مثلا نمسح كله تاني
ونعمل شوية مثلا دبل وبعد كده تريولي وبعدين مثلا دبل وبعدين تريولي تاني وبعدين مثلا سريع بقى تريولي سريع مثلا. نجرب كده الكومبينيشن ده. بينفعني لو انا عايز اعمل حاجات مثلا فيها اثاره وابدا احط عليها لاين مثلا، احط دي في الباك جراوند واحط عليها لاين، هو بيسهل لي العمل يعني مش اكتر، يعني مش شرط انك انت تستعمل الاوستيناتوس بتاعتك يعني. في كمان نتفرج مثلا على الباتشز اللي موجوده عني، مثلا حاجه عجبتني جدا الرن، نجرب الرن باتشز، نجرب السترينجز العاليه، حاطط لك انواع معينه من العلاقه بين النوت مع بعضيها بالسرعه اللي انت عاوزها، فانت ممكن نختار مثلا ديت. عارف الكمانجات لما بتعمل رن؟ في انواع كتير منها بحيث انك انت ممكن تستعملها في بدايات الجمل بتاعتك وتستعملها زي ما انت عاوز يعني. حاجة حلوة صراحة. وهي بتكتب لك كل اللي انت هتدوس زرار واحد بس وهيكتب لك هو كل اللي انت عاوزه في النوتة بتاعتها بالآلة اللي انت عاوزها دي. فهو عامل سترينجز هاي وسترينجز ميد، نجرب السترينجز اللو، اسف، نجرب السترينجز اللو هتبقى ايه. دي رانز السترينجز اللو يعني، نجرب بعضهم دي طويلة قوي دي. وحتى كتب لك الميجر اسندنج 1 اوكتاف، ميجر ديسندنج 2 اوكتافز، هينزل 2 اوكتاف داون. حلوة، عجبني الرنز ديت. فاحنا بنشوف الران باتشز ديت اللي موجودة عندي مثلا. موجود تاني كمان معانا في السوفت وير بتاعي هنا، هتلاقي مثلا كومباينيشن، يعني الكومباينيشنز دي مثلا هتلاقي فيها مثلا براس ميد وشورت ومع السترينجز، نجرب ديت مثلا. نجرب مثلا سترينجز لونج مع آلات خشبية. انت ممكن تبقى سامع صوت الكمانجات وفوقها صوت الآلات الخشبية، حاجة جميلة يعني. نسمع مثلا strings long و long tremolo.
فعلا الإحساس السينمائي بتاعها عالي وجميل. نسمع مثلا براس هاي لونج مع السترينجز لونج برضو. حتى النهاية بتاعتها نهاية حلوة كمان، يعني نهاية السنتنس نفسها بتاعت الآلة. نجرب تاني مثلا، دي مثلا سترينجز لونج. تحتاج بعض الأصوات دي ساعات في الأوركسترا. نجرب السترينجز مع تريمولو. داود مع براس. حلو. بيجي مع الالات دي برضو individual patches، يعني انا بدور هنا بقى على اللي انا عاوزه، يعني هلاقي كل الالات منفصلة، يعني هلاقي مثلا long strings مثلا. هتلاقي كل تفاصيل الالات موجودة هنا، اللي انت عاوزه هتلاقيه. ففعلا ممتازة، مكتبة غنية جدا. تعالوا بقى نشوف مقياس نجاح المكتبات عندنا بالليجاتو، اللي هو التسجيل بتاع بتبقى النوتة مع النوتة وبيلحم نوت صغيرة بينها. ده معناه نسجل عينات وسجل دقة شديدة جدا في التسجيل. فاحنا نسمع دلوقتي السترينجز الليجاتو مثلا. نسمع مثلا strings legato s cs continuous. دي هتلاقي individual ما فيهاش، مش هتقدر تحط نوتين مع بعض. غير بقى الألبيون أوركسترا كمان موجود عندي هنا آلات إيقاعية مثلا زي الداروين، وعندي لوبس كمان موجودة. فنجرب اللوبس، نشوف اللوبس اللي موجودة عندي إيه. مثلا أورجانيك، نشوف إيه دول. سينثسايزر بيعمل تركيبات مختلفة من الأصوات، فإحنا ممكن نسمع مثلا عينات منها، يعني لما انت ممكن بقى مع نفسك تجرب، لان فيها حاجات كتيرة قوي. مثلا نشوف كوميدي، هتعمل لنا حاجات كوميدية. مفيدة جدا في الاصوات التأثير، يعني لو انا بعمل تأثيرات صوتية لعمل ما مثلا، يعني في الاف الالات دي معايا، فانا دلوقتي يعني مش هحتاج حاجة من بره خالص يعني. فنسيبنا من البرون اللوبس ديت، نشوف مثلا الداروين بيركشن ده عجبني برضو مثلا دوت. حلوة الطبول ديت. نجرب مثلا الداروين نفسها، الانسامبل نفسه، بلاقي عندي مجموعات مختلفة.
بتتحكم طبعا في الانواع اللي انت عاوزها، تخفي الانواع اللي انت عاوز تخفيها. بتتحكم في الهيتس بتاعتك كلها الموجودة هنا، وعندك مايك ميكسر كمان تقدر تعمل ميكس للمايكات بتاعتك، يعني ممتاز جدا في انك انت تقدر تستعمل. نشوف ايه كمان في الموضوع دوت هنا. نشوف مثلا الهايبر تون، هايبر تومز ديت. تأثيرات ممتازة جدا من انك انت تستعمل، وكمان حاطط لك الحاجات اللي متسجلة من قبل كده، والحاجات نشوف الاكس اكس لارج باركاشن ديت. عرفتوا بقى بيجيبوا افلام الرعب والاصوات بتاعتها اللي بتبقى موجودة ورا دي ازاي؟ مكتبات زي دي هي اللي بتعمل الحاجات دي كلها. مكتبة غنية جدا اللي عاوز يستعملها. طبعا دي ترقية شوية من البي بي سي اوركسترا اللي احنا عملناها، لان كنت شايفين الالات الاضافية اللي اضيفت عليها، والبعد كمان التالت بتاع الليجاتو، بتاع العمق بتاع التسجيل بتاع الالات. بقي حاجة واحدة بس نقولها عن المكتبة دي، ان الكنترولرز بتاعتها ممتازة جدا. يعني تعالوا نبص مع بعض. يعني انا بلاقي عندي حتى في السيت اب عندي الميكروفونات بتاعتي، كمان عندي كذا ميكروفون متسجله بيه الاله من كذا زاويه، اقدر ان انا اضيف الميكروفون اللي عاوزه واخفض الميكروفون اللي انا عاوزه. فانا مثلا ممكن اعمل نسمع الصوت بتاعه مختلف من 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 اصوات مختلفه مثلا. تعال نخفض الميكروفونات، نشوف كل الميكروفونات هتطلع ازاي. مثلا نخفض الكلوز ونسيب البعيد مثلا. تعالوا نخفض البعيد مثلا. تعالوا نوطيه خالص ونعلي الكلوز. تلاحظ تردد للصوت في جوانب غرفة التسجيل بسبب ان انا بعلي كل شوية مايك من المايكات دي. كله اتطفى دلوقتي. فانت عندك ميكسر من الميكروفونات تقدر تعمل صوت الكمانجات اللي انت عاوزه، حتى او الالة اللي بتالات الاوركسترا والالة التانية، انك انت تقدر تقرب منها قوي او تبعد عنها قوي على حسب البعد اللي انت عاوزه. طبعا متغيرات كتيرة، انت شايف الابعاد اللي تقدر تغيرها وانواع النوت اللي تقدر تلعبها والكلام من ده. يعني فعلا عايز عمق انك انت تدرس اوركسترا معينة وتقدر تشتغل بيها، فانت تقدر تبقى فعلا وقتك تتحكم فيه ويبقى ممتاز جدا انك انت تستعمل اوركسترا دي، بتوفر لك وقت كتير. فاتمنى ان يكون التوضيح للسبيتفاير البيون 1 اوركسترا اللي استعملت في اعمال كتيرة فنية، منها سينمائية ومنها تلفزيونية ومنها من هوليوود، واعمال اوركسترية تسجلت كتير قوي. فنتمنى ان نكون العرض دوت للأوركسترا ديت افادكم، واشوفكم الحلقة الجاية.